ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي للدورة 33. وتم خلال الاجتماع بحث الإجراءات التنظيمية والاستعدادات الأولية نحو وضع خطة زمنية لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الحدث الوطني الذي يقام سنويا في شهر ديسمبر، وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وأوضح سعادة الوزير أثر هذا الحدث السنوي في تحفيز العمال على التنافس والتميز في الشركات والمؤسسات لنيل شرف التكريم تحت رعاية المساند الأول للعمال وقائد النهضة الحديثة في البلاد العاهل المفدى رعاه الله، حيث تطبق اللجنة معايير اختيار العمال المجدين والمؤسسات والشركات المتميزة، وذلك لضمان نيل شرف التكريم في ظل زيادة أعداد طلبات الترشيح المرسلة من المنشآت سنوياً.